آلية الأعصاب. عندي التسليح اللي جاي بشكل عرضي وهذا الشيء الرئيسي. الرئيسي تسليحه ايش قد؟ 3 ب 12 3 ب 12، والتوب 2 ب 12. هذا الأعصاب محمولة على هذا البيم اللي هو السايد بيم، وهذا البيم محمول على هذا الكولوم، والكولوم على هذا البيم الرئيسي المين جردر. المين جردر محمول على الكولوم. الأعصاب جاية هاي بشكل أفقي، هاي الأعصاب الرئيسية، وهذني السكندري بيم الأعصاب الثانوية. ارتئينا انه التسليح الأعصاب الرئيسية والثانوية انه يكونون نفس التسليح، نفس التسليح انه هو البوتم 3 ب 12 والتوب 2 ب 12. واذا تلاحظون ان هاي الأعصاب الثانوية مشيولة على هذا الطبق الثاني، هاي الطبق الثاني، هاي من يشيلها؟ هاي يشيلها الشيارات، اللي هي هاي الشيارات.